سلام، أنا زوز، عندي حطمة. أوكي، بس قبل لا أبدأ الحطمة بوريك بشيء. في مكتب ما بعد نهاية يوم عمل، عامل النظافة معاه كيس كبير، ياخذ حاوية القمامة ويفرغها فيه، ياخذ حاوية المواد القابلة لإعادة التدوير ويفرغها فيه، وياخذ صندوق الشكاوي والاقتراحات ويفرغها فيه. لما كنت صغيرة، زمان قبل لا أذكر، أمي كانت ترسم لوحات زيتية. أمي من عمر فنانة، الحين هي مدرسة فنية حق احتياجات خاصة. كانت لما تخلص لوحة تبقى لها ألوان بالباليت، بس هي ما تبي تقطهم بالزبالة، لأن قطرة من الألوان الزيتية تقدر تسوي فيها وايد أشياء. فكانت تعطيني إياها أنا لما كنت ياهل علشان أخلصهم. فأنا لما كنت صغيرة بديت أرسم بألوان زيتية من بقايا لوحات أمي. بعدين هذا صار طبع عندي، حتى أنا لما كبرت وبديت أرسم لوحات زيتية، الألوان اللي تبقى لي أحاول أسوي فيهم رسمة خربوطية بس علشان ما أقط هالألوان بالزبالة. بعدين تعلمت معلومة حلوة. تعرفون الأكلة البايية، الأكلة الإسبانية اللي هي عيش ومعها سيفود عادة؟ كنت قاعدة أقرأ عن أصل هذه الطبخة. بقايا أكل الأغنية كانوا يجمعون الخدم ويسوون منه أكلة ثانية، وكلمة بايية ترجع حق كلمة بقية بالعربي. وحد اشتطيت. فاللوحات اللي أنا سويتهم وأنا ياهل قمت أذكرهم وأسميهم بايية. حتى الحين وأنا كبيرة لما أسوي لوحة، كل لوحة من بقاياها أسوي بايية. فهذه اللوحة بايية هذه اللوحة، وهذه اللوحة بايية هذه، على أساس إن أنا سويت شيء من اللي بقى. قبل كم أسبوع كنت قاعدة أسولف مع صديقي فراس الزيد عن هذه السالفة. فراس شيف ويسوي بايات وايد، فأنا كنت قاعدة أقول له: فراس، أدري إن الألوان اللي كانت تبقى باللوحات أمي أنا كنت أسوي منهم لوحة كنت أسميها بايية، لأن بايية ترجع كلمة حق بقية. تدري 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 تدري؟ كان يقول لي إن هذه القصة على الأرجح مو صحيحة، وتاريخيا مو متفق عليها، فإن لا يعني بقية ما ترجع حق بقية. أدري خوش قصة وودنا تكون صج، بس لا. شرح لي إن التسمية لها علاقة بالجدر اللي يطبخون فيه البقية. وبصراحة ما عجبني هذا الكلام كلش لما سمعته. يعني هو قاعد يقول لي وأنا قاعد يصير فيني لا لا لا، أنا وايد وايد ربط جزء كبير من تاريخي ومن هويتي ومن فهمي حق الدنيا على هذه المعلومة اللي أنا تعلمتها وحبيتها، وإن إيه أنا الشيء هذه لوحة وهذه بقية اللوحة، شلون تقول لي إن بقية مو بقية بلا بقية؟ بس صج إن كلمة بقية مراجعة حق بقية، لكن المقادير إيه هي بقية؟ حتى إحنا لما جيت انفراس عشان نسوي بايا سويناها من الدياي اللي باقي، والخضره اللي باقي انفعت تصير سوفريتو، وبدلنا المقادير اللي تعتبر اوريجينال حق البايا الاصليه القديمه بمقادير احنا موجوده دار مدارنا، لان احنا قاعدين نسوي اشياء باجيه. حتى بدال العيش اللي الناس عاده تستخدمه حق البايا استخدمنا عيش مصري قصير، لان المفروض بس تكون عيش قصيره. ترى انا اللي صدق حبيته هو الفلسفه ورا طبخ البايا، مو شرط التسميه. اني انا اسوي طبخه تقليديه شعب كامل يعتز فيها ان هي تمثل هويته، لكن ايه عباره عن بقايا الاكل. الفكره عجيبه. بعدين هو التاريخ كذي، ترى احنا نفسر الامور اللي صارت ونعطيها معنى من خلال اللي بقى. التاريخ هو بقيه احداث وبقية هوية وبقية قصص، احنا نجمعها ونطلع منها معنى، نطلع منها فايدة. فكوني انا علقت كلمة بقية بشيء له علاقة بهويتي وتاريخي، وان هي مو راجع حق بقية، هذا ما يمسح الثقل والمعنى اللي انا اعطيته تجربتي. واحنا هويتنا تعتمد على اللي احنا نذكره، والذاكرة مثل التاريخ هي بقية اللي صار. شلون نذكره ومتى نذكره وليش ذكرنا؟ حتى الرسمات اللي انا كنت اسويهم من بقايا الوان امي وانا صغيرة ما سميتهم بقية الا لما كبرت، لان انا هني تعلمت معلومة ثانية، فانا تذكرت بشكل غير، فاعطيته معنى جديد. التاريخ بشكل عام كذي، هو عبارة عن تأويل لما بقى، بقية ثقافة، بقية آثار، بقية تسجيل لفكر لوعي لاستيعاب. ترى احنا بقية، احنا باقي من اللي باقي، من اللي باقي، من اللي باقي، اللي باقي من اللي باقي، 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 من اللي باقي. هذا معناته اللي احنا نتركه من بقايا حياتنا عقب ما احنا نرحل، وظيفة اللي عقبنا يجمعه ويأوله ويعطيه معنى. تاريخه بقية الماضي، احنا نأول هذه البقية علشان نعطي الماضي معنى، علشان نعرف نبني مستقبل. وهذا شيء الى حد ما عندنا التحكم فيه، ايش كثر نصرف، ايش كثر نقط، ايش كثر ايش كثر ايش كثر ايش كثر المادة تدخل حياتنا بشكل عابر بدون ما نعطيها معنى، وبالتالي هذا اللي يتم عقبنا. وايد اشياء بالدنيا ممكن تروح تضيع هباء ليه ما احنا نعطيها معنى. وايد اشياء ممكن تعتبر قمامه ليه ما احنا نعطيها معنى. الاسراف ياخذ من معنى الامور اللي احنا نربطها بهويتنا، والاشياء اللي لها غلا عندنا، مثل في رمضان شهر المفروض يكون مرتبط بمعاني مثل الزهد والتحفظ، بدل ما ينربط بالاستهلاك المبالغ، كثرة القمامة، بضياع الوقت، الجهد الاجتماعي اللي ما له داعي، بقايا عاداتنا اللي احنا قاعد نسويها اليوم شلون راح تتأول بالمستقبل، هذا الشهر شنو المعنى اللي راح ينعطى له تالي. حتى اذا فكرت فيها، بقايا الانسان اللي احنا نسميها مخلفات هي شكل من اشكال الارشيف الغير مقصود. يعني انا وتب كرامة الطلي يتم مخلفات أحد أقدر أعرف عنه أشياء هو ما يبي الناس تعرف عنه، وأقدر أعرف أكثر من اللي هو يقول عن نفسه، أقدر أعرف الأشياء اللي خشها عن نفسه، مثل ما الأموات يروحون والعزة حق اللي بقى هم اللي يسردون القصص اللي تعطي معنى حق اللي راحوا. ترى تحديد المعاني بشكل عام ما يصير بروحه، يصير بجهد وشوية شجاعة، شجاعة أن نواجه الأشياء اللي ما نحبها، شجاعة أن نكلم أحبابنا ونحاول نقنعهم أن عندنا ممارسات اجتماعية إحنا يمكن نعتز فيها لكنها مسرفة وتشوه شيء عزيز علينا. شنو بقية ممارساتنا اليوم اللي ممكن تستخدم بالمستقبل من المقادير احنا خليناها اليوم؟ شلون راح تصير بايه باكر؟ شكرا.
اسمع اسمع